لقد عانت شعوبا كثيرة الفرقة والقطيعة والانقسام، لكنها بالعزيمة والإرادة والهمة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح والمصالحة عبرت ونهضت. ونحن الليبيون لسنا استثناء، فقد آن لنا أن نتسامح ونتصالح. عانى منا الكثير طيلة السنوات قسوة التهجير ومرارة الفقد وويلات الانقسام والتخالف، وآن لهذه الأرض أن تحتضن أبناءها جميعا إخوة متحابين، وآن لكل ليبي وليبية العيش بطمأنينة وسكينة فوق تراب هذا الوطن الغالي، وآن لنا أن نترك لأجيالنا من الأسباب ما يشعرهم بالفخر والعزة والانتماء إلى أرضهم ووطنهم كما فعل أجدادنا العظماء. ووضعنا على عاتقنا أن نضع لأجيالنا قواعدا من الثقة والطمأنينة والترابط، وأن نرسخ في نفوسهم التصالح والتسامح والتعايش بسلام. وعزمنا من خلال هذه الرؤية على تجنيب شعبنا ويلات الحروب وما تخلفه من الفقد والأسى والتهجير والتشريد والحرمان. ولا يتأتى ذلك إلا بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وتكريس حقوق المواطن وتقديس كرامته وصون حرياته أبدا. كل ذلك أليناه على أنفسنا من هذه الرؤية الوطنية الجامعة لأسباب الصلاح الدائم والخير الدائم. وعلى ذلك عقدنا العزم وتوكلنا على الله في تدشين هذه المبادرة الجادة لمصالحة وطنية شاملة للشعب الليبي بكل أطيافه ومكوناته، قائمين بأعباء هذه الأمانة وملتزمين بمسؤوليتنا الوطنية. فالتاريخ والحاضر والمستقبل كل أولئك فالتاريخ والحاضر والمستقبل كل أولئك يجمعنا، وكل أولئك يدفعنا، وكل أولئك يخاطبنا ويدعونا. وأن في أعناقنا نحن المجلس الرئاسي أمانة عظيمة ألقيت على عاتقنا، وهي مسؤولية تأسيس مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية الجامعة تلم شمل الليبيين وتعيد لهم نسيجهم الاجتماعي وكيانهم. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى جهود وطنية تخرج الوطن من دائرة التدخلات الدولية والارتهان والتبعية، ولا سبيل إلى كل ذلك إلا بمصالحة وطنية تعيد للوطن سيادته فتعلو مصلحة الوطن على كل المصالح. وحتى يكون كل الليبيين شركاء في الوطن والمصير في السراء والضراء، شركاء في الإدارة والإرادة، فلا مناص من إعادة اللحمة الوطنية وإعادة الانسجام لنسيجه الاجتماعي كما كان دائما. لأجل ذلك علينا على أنفسنا نحن المجلس الرئاسي خلال هذه الرؤية أن نضع أسس العبور إلى غد واثق مطمئن مشرق.